حول هذه الانتخابات والمشاركة فيها من الجزائر. معنا مراسلتنا ميسون خالد. ميسون، ما خارطة المشاركة المتوقعة؟ ماذا يعني انسحاب 4 أحزاب يقال بأنها رئيسية من هذه الانتخابات؟ نعم ماجد، بالفعل هذه الانتخابات البرلمانية الأولى في الجزائر التي يتخطى فيها عدد المرشحين المستقلين، عدد المرشحين التابعين لأحزاب، الكثير منها هي أحزاب تعنى أو تدعو الشباب للمشاركة وتؤكد أنها ستقدم لهم الكثير مما يأملون فيه من الناحية الاقتصادية وحتى التعليمية وغيرها. أما أحزاب السلطة ماجد، الأحزاب التقليدية، ففي هذه الانتخابات طبعا قد نكون بصدد مشاهدة برلمان جديد تماما في الجزائر منذ عام 97، قد لا يضم حزب ما يعرف بالأفلان في الجزائر، أو هو طبعا الحزب الذي كان الحزب الحاكم هنا، حزب الرئاسة وأيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، هذين الحزبين هما اللذين كانا يسيطران بشكل أساسي على البرلمان الجزائري في السنوات الماضية. في هذه الانتخابات يرى مراقبون أنها استمرارية للخطوات التي يحاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتخاذها نحو ما يطلق عليه مشروع الجزائر الجديدة التي بدأها باستفتاء تعديل الدستور الذي كان قبل 4 أشهر، وبموجبه وضع عدد من القوانين لتنظيم العديد من الشؤون من بينها الانتخابات البرلمانية. كما نعلم ماجد، البرلمان كان قد حل في مارس الماضي، وهذه الانتخابات هي التي ستأتي بنحو 400 أكثر من 400 نائب، 407 نواب للمجلس، ينتخبهم نحو 24 مليون ناخب جزائري. بدأ بعضهم بالتصويت بالفعل في الخارج أمس، وأيضا ما يعرف بالبدو الرحل الموجودين في جنوب الجزائر وبعض المناطق في غرب الجزائر، هؤلاء أيضا عددهم قليل ولكنهم يشاركون بكثرة في الانتخابات، هم بدأوا بالفعل بالأمس ومستمرون حتى يوم الغد، وهو اليوم الذي سيصوت فيه الجزائريون في مختلف الولايات هنا في الجزائر، فيما تضع السلطات الأمنية وحتى الصحية اللمسات الأخيرة على تأمين هذه الانتخابات بالطرق المختلفة وضمان مشاركة يرى مراقبون أن السلطة طبعا تعول عليها، والأحزاب السياسية كلها تعول على مشاركة لربما أكثر من المشاركة التي كانت في استفتاء الدستور. نعم ماجد. من الجزائر مراسلتنا ميسون خالد، شكرا جزيلا لك.